كوكبنا، إبحارنا عبر أكبر محيطات العالم المحيط الهادئ، يقودنا للتعرف اليوم على فانواتو. وفي فقرة يهمك أن تعلم، فانواتو تجر تغير المناخ أمام محكمة العدل الدولية. فانواتو ومعناها في العديد من اللغات الميلانيزية أرضنا إلى الأبد، دولة جزرية تقع جنوب غرب المحيط الهادئ. هو أرخبيل من 83 جزيرة تقريباً، 13 منها رئيسية. تنتشر هذه الجزر في منطقة ميلانيزيا من الشمال إلى الجنوب على مسافة 650 كيلومتراً على شكل حرف إغريك واي غير منتظم. جزر توريس هي المجموعة الواقعة في أقصى الشمال، وجنوبها نجد الجزر الرئيسية وهي فانوا لافا وسانتا ماريا في مجموعة جزر بانكس، ثم نجد إسبيريتو سانتو وأوبا ومايو وبنتيكوست وملاكولا وأمبريم وإبي وإفاتي وإيرومانغو وتانا وأناتوم. معظم جزر فانواتو جبلية وبركانية الأصل، وتتمتع بمناخ استوائي أو شبه استوائي. أكبر المدن في البلاد هي العاصمة بورتفيلا في جزيرة إفاتي، وأعلى نقطة هي جبل تابويمسانا على ارتفاع 1879 متراً في جزيرة إسبيريتو سانتو. تشير الزلازل المتكررة إلى عدم الاستقرار الهيكلي في الأرخبيل، وهو ما يترجم في نشاط بركاني شبه دائم يهدد بخطر حدوث ثوران كبيرة. هناك العديد من البراكين النشطة في فانواتو، منها لوبيفي وهي جزيرة صغيرة غير مأهولة، فضلاً عن العديد من البراكين المغمورة تحت الماء. في فقرة يهمك أن تعلم، فانواتو هي إحدى الدول الجزرية المهددة بالاختفاء من سطح كوكبنا في حال استمر ارتفاع حرارة الأرض ومعه ارتفاع مستوى البحار والمحيطات. في 28 من مارس 2023 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالإجماع قراراً تاريخياً رعته دولة فانواتو، يطلب من محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة تقديم رأي استشاري يوضح التزامات الحكومات بموجب القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بمعالجة تغير المناخ. القرار الذي صفق له في مشارق الأرض ومغاربها يسلط الضوء على مسألة العدالة المناخية، وقام بتعرية التفاوت الحاصل حتى الآن بين التدابير التي حددتها الحكومات في مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس والتخفيضات الفعلية لانبعاثات غازات الدفيئة المطلوبة للبقاء ضمن حدود درجات الحرارة التي يفرضها هذا الاتفاق. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على أن العدالة المناخية ضرورة أخلاقية وشرط أساسي للعمل المناخي العالمي الفعال، ولا يمكن التغلب على أزمة المناخ إلا من خلال التعاون بين الشعوب والثقافات والأمم والأجيال. الظلم المناخي المزمن يغذي الانقسامات ويهدد بشل العمل المناخي العالمي، قال غوتيريش. ومع الأسف أمران لا يبعثان على أمل كبير بخصوص هذا الخبر. أولهما، إلى الآن لا جديد على مدى تقدم عمل محكمة العدل الدولية حول الملف، والثاني أن ما سينبثق عنها له صفة استشارية فقط، وسنبقى أمام غياب قوة القانون في تنفيذ الوعود المناخية.